فذكر بعدها أنه جاء الإحرام. يجب على كل مسلم ومسلم، يعني ليس فقط خاص بالذكور. تمام. عندنا مسائل الأولى العلم. لابد أولا أن نتعلم قبل أن نعمل قبل أن ندعو. وقال العلم ومعرفة الله معرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا من عادة المؤلف يجمل ثم بعد هذا يفصل. ما شرح الأصول الثلاثة الآن؟ لا ترك. وهذا من عادة المؤلف يجمع المسائل، وهذا من حسن التأليف يجمع ثم بعدين يقول تأتي لا تستعجل، مفهوم؟ ستأتي معك الأصول الثلاثة نشرحها لك. العلم تعلمنا. طيب إذا تعلمنا مش تصنع، فلازم تعمل، وإذا عمل لازم تدعو، تدعو لهذا الذي تعلمت وعملت به. وانقسم الناس إخواننا في الدعوة إلى الله إلى طرفين وصل، قسم لا يدعو إلى الله أبدا، وقسم يدعو إلى الله على جهل وبيدعو الخرافات وما إلى ذلك، وقسم لا يدعو إلا بما يثق منه 100%. الذي لا تشك منه 1% هذا إيش تدعو به، مفهوم؟ أي نعم. لو جاء داخل الآن إلى المسجد وقال يا أخي صلاة المغرب كم ركعة؟ تقول أنا لا أفتي راجع الكتاب؟ لا، ما تشك فيها هذا طرف العين، صح؟ أنواع التوحيد كم؟ ثلاثة أنواع. نبي هذه الأمة تقول محمد عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، صح؟ ما تشك. لكن قالت المرأة والله زوجي قال لي كذا وكذا، هل أنا طالب؟ يقول الله أعلم، راجع الكتاب، مفهوم؟ تمام. العلم والعمل والدعوة والصبر. لماذا ذكر الصبر هنا؟ كأنه أقول لك طالب العلم لابد يصبر، ولهذا قال اصبر على جفوة المعلم فإن العلم في سفرات. اصبر على جفوة المعلم اللي يقسو عليك، ترى هذا اللي يخف. مفهوم؟ ولو تسأل الشباب عندنا هنا يقول عندنا مثل عامي هنا يقال، يقول من حبك دبك. ما ادري ايش يقول عندكم، اللي يحبك هو اللي دبك، اللي يقول لك احفظ راجع، انت مقصر، انت مفرط، لماذا تاخرت؟ لماذا تتاخر عن الصلاه؟ كذا، هذا ايش؟ هذا اللي يحبك. واللي ما يحبك ايش؟ يقول يا عمي مشكله انت طالب علم ما شاء الله وخليك على جوجل والواتساب والحالات وضيع، ما في مشكله، صح؟ اي نعم، والله صدق. لازم تصبر، تصبر أولا على العلم، ثم تصبر على العمل، ثم تصبر على الدعوة. صنعت هذا في الدنيا بإذن الله تجيب على سبب القبر. الصبر قسم العلماء رحمهم الله تعالى الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدب، كالصبر على الصلاة الصيام الحج، والثاني الصبر عن معصية الله حتى تجتنب، كالصبر عن الشرك والربا والزنا والفواحش، والثالث الصبر على أقدار الله ما يقدر الله على العباد، مرض، فقر، ابتلاء وما إلى ذلك، مفهوم؟ طيب. قال والدليل، ما شاء الله، هذا من أحسن ما يقول في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تميزت مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأمور، منها هذا أهم شيء، مسائل مقرونة بالدليل، بل كتاب التوحيد كل أدلة من كتاب وسنة، وهذا من أحسن ما يكون تربية الطالب على الدليل، يتعود يعتبر الاتباع، مفهوم؟ أي نعم، هذا كتب عقيدة لابد تكون بها أدلة من كتاب وسنة. قال والدليل قول الله تعالى والعصر، أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، ولله سبحانه وتعالى نقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان فهو خاسر، استثنى من الخاسرين الذين آمنوا علم وعملوا الصالحات عمل وتواصوا بالحق دعوة وتواصوا بالصبر صبر. قال الشافعي الإمام رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلق الله هذه السورة لكفتهم. هل معنى هذا أن الشافعي رحمه الله يقول لا نريد نزول من القرآن إلى هذه السورة؟ لا، يقول هذه السورة تكفي في قيام الحجة على الخلق، صح؟ فما بالك
ببقية القرآن، القرآن كله حجج. نعم مفهوم تمام. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. باب وقول الله تعالى. إذن هذه طريقة من؟ طريقة السلف. السلف الصالح يذكر المسائل المقرونة بالأدلة حتى يعتاد الطالب على الاتباع، صحيح؟ وحتى يتعلم يلقن الطالب الحجة التي يرد بها على المخالف، مفهوم؟ طيب، قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذا لابد نحن نبدأ أولا بإيش؟ بالعلم. لكن لا تشتغل بالعلم عن العمل والدعوة، لا تجمع، تحاول قدر المستطاع. انتهينا من القسم الأول. القسم الثاني من الكتاب، إيش اصطلحنا نسميه؟ القسم الثاني، ارفع صوتك يا شيخ. سميته التوحيد الثلاثة. المسائل الثلاثة، تمام. المسائل الثلاثة قلنا هي أنواع التوحيد الثلاثة، تمام. الله يبارك فيك. ما هو التوحيد؟ شرعا طبعا، لا نريد لغة، ولا تتعب التعريف اللغوي اتركها. نحن تعبدنا الله بإيش؟ سبحانه وتعالى. بماذا؟ بالشرع. نعم. هاي إفراد الله بما يختص به. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، يعني هذه أمور خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يشارك فيها أحد كائن من كان، صحيح؟ تمام. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، واترك الكتاب، أسحب الكتب أيضا، مشكلة. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذا أنواع التوحيد كم؟ ثلاثة: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. قال: التوحيد شرعا هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إخواننا نحن طلاب، الطالب لابد أن يحفظ التعاريف الشرعية كما هي، مثل ما قال عندنا بالملي، يعني ما حرف واحد ما تنقص من التعريف، لأنك إيش؟ طالب، أصبحت عالم، مفهوم، إمام، عرف ما شئت، وبإذن الله لن تخرج عن تعريف العلماء. طيب، الآن طالب ما يغير حرف، يعني في تعريف توحيد الأسماء والصفات، لو قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه، خطأ. ليش؟ الله أعلم. ما هكذا عرف العلماء. طيب، تضبط التعريف الشرعي الذي ذكره لنا العلماء، التعريف مكتوب. طيب، تمام. إذا قال: توحيد شرعا إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية ما هو؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، تمام. إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، هكذا عرف العلماء، تمام. الثاني: توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد العبودية. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، لا تصرف أي عبادة إلا لله، تمام. الثالث: توحيد الأسماء والصفات، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه، نفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. تحفظ التعريف كما هو. ليش قال هنا تمثيل ولم يقل تشبيه؟ كذا تحفظ. أنت عليك الآن إيش؟ تحفظ، تمام. من يقرأ لي القسم الثاني هذا؟ القسم الثاني من الكتاب. يلا يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على اعلم رحمك الله هذا الموضع الثاني، نعم، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن، نعم. الأولى أن الله خلق أن الله خلقنا، جزاك الله خير، ورزقنا ولم يتركنا هملا، هذا توحيد. خلقنا ورزقنا الربوبية، بل أرسل إلينا رسولا محمد عليه الصلاة والسلام، من أطاع دخل الجنة ومن عصى فقد أبى ومن أبى دخل النار. إذا هذا المسألة كأنها فيها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، تمام؟ خلاص يا شيخ، تمام.
المسألة الثانية والجائز أن الله خلقنا ورزقنا أن الله خلقنا ورزقنا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. المسألة الثانية توحيد الألوهية كائن من كان لا نبي ولا ولي ولا جن ولا صالح تمام. والدليل وأن المساجد لله. المساجد ثلاثة أشياء، إما هذه المساجد المبنية بنيت حتى تعبد من الله، إذا ما يمكن أن نجد فيها الأموات أو نعبد فيها غير الله، وأن المساجد لله. لو أراد يدفن النساء في مسجد تحتاج عليهم أي دليل؟ وأن المساجد لله. لو أراد يصنع الشرك ورقص في المسجد تحتاج عليها؟ وأن المساجد لله. المساجد هذه المبنية أو المساجد أعضاء السجود السبعة لا يمكن أن تصرف بالسجود لغير الله. وجدت الإنسان يريد يسجد يقول اتقي الله، وأن المساجد أعضاء السجود لمن؟ لله، فلا يمكن تصريفها في السجود لغير الله تمام. أو المساجد وجعلت للأرض مسجدا وطهورا لا يمكن أن نسجد في مكان على وجه الأرض إلا لله. مفهوم الدليل وأن المساجد وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له ولا الولاء والبراء. المسألة الثالثة فيها الولاء والبراء. وبعض الدول في عندنا مشاكل فيها من أجل الولاء والبراء وكذا، فقال عندنا حل وسط. نقول هنا وسطية أهل السنة والجماعة في التعامل مع غير المسلمين، لأنه قسم الناس التعامل مع غير المسلمين إلى طرفين وسط. قسم يشارك الكفار في أعياد واحتفالات الطقوس والشركيات والبدع واللباس، وقسم يتعدى على الكفار الذين بينها وبينهم عهد بالقتل والسب والشتم وأخذ الأموال والسرقة وكذا. والصحيح ايش؟ الوسط. لا نشارك هؤلاء في أعيادهم ولا في احتفالاتهم ولا في طقوسهم ولا في الشركيات ولا في البدع. ومع هذا نفي لهم بالعهود، لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم ولا بأخذ الأموال. ندعوهم إلى الله، نعم، إن المسلم لا يغش الشركات، لا يقول له سنة سعيدة. كيف يقول له سنة سعيدة؟ سعيدة بالكفر بالله؟ ما يقول له سنة تعيش ترى عليك إذا تكفر بالله. صحيح؟ وأنا أنصح لك أنا لا أغش. نعم، إذا لابد من الوسطية في التعامل مع غير المسلمين، لا إفراط ولا تفريط. المسلم يحفظ الله والكافر لابد يبغض بالله تمام. وقد يجتمع في الإنسان حب وبغض. وعند الإنسان والدك يحب من حيث القرار ويبغض لأنه كافر. هنا تجتمع فيه المحبة والبغض تمام. إذا المسلم الموحد لابد يحب الله والكافر لابد يبغض الله. طيب كيف تكون البراءة من الشرك وأهله؟ قد تكون البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب إقرار اعتقاد أن كل ما عليه كفار كفر وضلال، اعتقادك لا بد صح. باللسان لا بد أن تصدق بلسانك بهذا، إنني براء مما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. صح؟ أي نعم تمام. بالجوارح عدم مشاركة الكفار في أعيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم في الشركيات في البدع في اللباس كأس العالم وصارع حرة وحدث ما شئت. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام خليل الله أثنى الله عليه، كسر الأصنام بيده. بعد هذا إيش كان يقول؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كان يقول يا رب اجعل عبادة الأصنام بجانب وأنا في جانب آخر، لا أريد أراه ولا أكون معه. صحيح؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما، نار المسلم ونار الكافر، يعني لو قد نار أنت تبتعد حتى لا ترى نار الكافر. والإمام أحمد إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا رأيت الكافر أغمضت عيني مخافة أرى عدو الله. هناك فرق بين دعوة الكفار وبين الإعجاب والاقتراب بهم ومخالطة الكفار في أعيادهم. مفهوم يا أخي؟ البيع والشراء أشكال في أشكال في الإعجاب بهم والاقتراب بهم ومشاركتهم في أعيادهم.
إذن إيش هذا؟ أنا لا أعرف على اسمه. هاي آخر مساعد أربعة وحدة أوه مساعد إيش؟ مساعد أربعة وحدة إيش هي مساعد أربعة؟ قال لا باختصار ما هي باختصار؟ العلم والعمل والدعوة والصبر الله يبارك فيك تمام تمام سورة العصر طيب غير ما أخذ هذا متواضع المسائل الثلاثة قلنا هي فيها أنواع التوحيد الثلاثة المسألة الأولى فيها الربوبية والأسماء والصفات المسألة الثانية فيها الأولى المسألة الثالثة البراءة من الشرك واحد وإن شئت فقل الوسطية في التعامل مع غير المسلمين لا إكرام ولا تفريط كيف تكون البراءة من الشرك واحد بالقلب واللسان والجوارح تمام طيب بعد هذا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثالث وهو لماذا ندرس التوحيد؟ ذكر هذا القسم هنا في الأصول الثلاثة في القواعد الأربع ذكر هذا صح؟ أي نعم في كتاب التوحيد باب كامل في هذا لماذا؟ لماذا يركز المؤلف طبعا في السيرة ذكر هذا لماذا يركز المؤلف لماذا ندرس التوحيد؟ كل كتاب يذكر هذا لماذا؟ لأن هناك من يحارب دعوة السنة والجماعة عن الله يرضى منهم تعلم وتعليم الناس التوحيد هم هنا قبل التوحيد عرفنا ولا داعي ندرس التوحيد وكان متضرعين والنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى أن توفى الله بل وهو على فراش الموت ويدعو إلى التوحيد وحفظ العرش لا تخلو منه آية يقول ابن القيم رحمه الله التوحيد يقول ابن القيم رحمه الله لا تخلو منه آية من القرآن فهم هنا طيب الحنيفية هي الملة الأفعل في الولاية هذا يا مد رجلين لا تمد رجلين أنت معلوم ما في مشكلة طيب الحنيفية هي الملة المابنة عن الشرك المبنية على الإخلاص والتوحيد الحنيفية هي الملة المابنة عن الشرك المبنية على الإخلاص والتوحيد بعض الناس عندما يمشي ما يمشي هكذا طبيعي مثل الناس يمشي ايش؟ مايل كذا قليل رجليه تدخل ايش؟ للداخل هذا يسموه ايش؟ يسموه احنا مفهوم؟ فالذي يرجع للتوحيد دائما يرجع للتوحيد ويبتعد عن الشرك ها؟ اي نعم قال الله سبحانه وتعالى ان اتبع مله ابراهيم حنيفا يعني مقبل الله مدبرا عن الشرك مفهوم؟ الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص والتوحيد. من يقرأ لي هذا القسم؟ بسم الله ما شاء الله. أوقف. اليوم الاتحاد الأفريقي غلب الله أعلم. نعم، بس الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الدعاء موضع الثالث يعني مرشدك الله لطاعته ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك وخلقه لها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اجلس